هذا جزء من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الإعلام الفلسطيني، ولكن هذه المرة أخذ منحنى خطير جدا، لأنه كانت هناك ادعاءات بالتشويش على المطار ثم نفيت، كانت ادعاءات بالتشويش على الاتصالات ثم نفيت، واليوم يقولون لا، أن هذه الترددات هي من حق الاحتلال الإسرائيلي، وهذا أمر خطير جدا، لأن الترددات هي ترددات فلسطينية وهم يسرقون هذه الترددات، فكيف يمكن للص أن يكون له حق؟ هذا أمر خطير جدا. نحن في هذه الوقفة وفي وقفات أخرى سنبدأ بملاحقة الجانب الإسرائيلي أولا قانونيا، والتوجه إلى المحيط العربي والدولي من أجل الحد ووقف هذه الاعتداءات بحق الإعلاميين الفلسطينيين وحق المؤسسات الإعلامية وعلى رأسها تلفزيون الشراع. استمرار الحملة التضامنية مع تلفزيون الشراع اللي هو استهدف من قبل الاحتلال، استهداف للسيادة الفلسطينية أولا، استهداف للحق الفلسطيني وللكلمة الفلسطينية والإعلام الفلسطيني اللي بنقل وبيفضح ممارسات الاحتلال ضد أبناء شعبنا وينقل الصورة الحقيقية على أرض الواقع للعالم كلياته، وأصبح العالم يشاهد هذه الممارسات، يشاهد جرائم الاحتلال ودعاءاته أنه هو دولة ديمقراطية ودولة تحترم حقوق الإنسان، ولكن بفضح هذه الممارسات أصبح يدان قبل العالم كلياته. واحنا بنعرف انه هذا يستهدف السياده الفلسطينيه اولا ويستهدف الاعلام الفلسطيني، فيجب ان يكون شعبنا كله ملتف حول قضيه الشراع، وانه يجب ان يفتح، لانه احنا بنعرف انه استهداف لكل مؤسساتنا الاعلاميه.